يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة لدي 5 من الأولاد، وبسبب شدة آلام الولادة وعدم خروج المولود الأخير إلا بعملية، قمت بإجراء عملية استئصال للرحم، وأنا الآن نادمة، فهل علي شيء؟ فات السؤال. لو كان السؤال قبل أن تقدمي على العملية لكان له مكان، أما الآن وقد عملت العملية فات السؤال ولا فائدة في الجواب الآن. نعم.